أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ كل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِأُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم ثم يأتي من
ba'di dhalika sab'un shidadu yakulna ma qaddamtum ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun. Thumma yati mim ba'di dhalika 'amun fihi yughasun nas yughasun nas wa fihi ya'sirun. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم.